الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى فقرة كتاب لي كومبروند، ولازلنا مع ليستواغ دي بوتي آن كي فولي ألي دون لا ليون، قصة الحمار الصغير الذي كان يريد الذهاب إلى القمر. إذن رأينا فيما سبق، كونيتو ليستواغ دو بيشون لو بوتي آن كي فولي ألي دون لا ليون؟ نو، جو في تو لا راكونتي. في بي أتونسيون، في بي أتونسيون. Tu connais Rémi, le camarade de René? Rémi habite dans une petite ferme. Avant de partir pour l'école, il va dire bonjour à Chocolat, le gros cheval, à la vache, aux poules, aux canards, aux lapins. Mais son meilleur ami, c'est Bichon, le petit âne. Comment Bichon est-il devenu son ami? Je veux te le dire. Tout au bout du village, dans une vieille maison, habite le père Grégoire. Tout le monde avait peur de lui. Quand les enfants venaient jouer devant sa maison, il leur jetait des pierres. Il ne disait jamais bonjour à personne. Bichon, c'était l'âne du père Grégoire. Son méchant maître le battait toujours. Il ne lui donnait pas souvent à manger. Un jour, en revenant de l'école, Rémi aperçut le père Grégoire qui battait son âne. Rémi rentra à la maison, tout triste. Bichon, c'était l'âne du père Grégoire. Son méchant maître le battait toujours. Il ne lui donnait pas souvent à manger. Un jour, en revenant de l'école, Rémi aperçut le père Grégoire qui battait son âne. Rémi rentra à la maison, tout triste. Eden, Bichon, c'était l'âne du père Grégoire. Idan had Bichon, c'était l'âne, idan huwa kana al-himar du père Grégoire. Kana huwa himar al-ab Grégoire. Son méchant maître, taba le maître al-maqsoud bi, mu'allim, walakin huna al-maqsoud bi, sayyid. Kama naqul huna, son maître, yani sayyidahu, sayyid hadha al-himar. إذن نتكلم عن الحمار، نقول عنه سيده. إذن نتكلم عن الشخص الذي يملكه، إذن يسمى سون متر. ثم سون ميشون متر، إذن سيده الشرير. لو باتي توجور، طبعا عندنا لو فيرب باتر، عندنا فعل ضرب مصرف في لامبارفي. لامبارفي كما قلنا هو تفيد الماضي، تنصرف فيه الفعل ملي تنبغيو نقولو بأن هذا الفعل كان وقع في الماضي وكان تتردد كأنه عادة، مرة تتردد على طول واحد الزمن شيئا ما طويل. هنا صرفنا لو فيرب باتر في لامبارفي. اش يعني هذا؟ تعني بأن الضرب كان ممتدا على زمن طويل في الماضي. إذن هنا son méchant maître, إذن سيده الشرير لو باتي، كان يضربه. هنا المقصود son méchant maître باتي بيشون، كان يضرب بيشون. إذن son méchant maître لو باتي، إذن سيده الشرير كان يضربه توجور، دائما. إنو لوي دوني، طبعا عندنا لو فيرب دوني أيضا مصرف لامبارفي. إذا قلنا مثلا إلوي دوني، إذن وكان يعطيه، هنا ما عندناش وكان يعطيه، عندنا نو با، عندنا هاد لا نيغاسيون، نفي. إلوي دوني با، وكان لا يعطيه سوفون، غالبا. إلى حيدنا لا نيغاسيون، سنقول إلوي دوني souvent à manger. وكان يعطيه غالبا، souvent يعني غالبا. Et lui donnait souvent. وكان يعطيه غالبا à manger، ليأكل أو للأكل، المقصود ليأكل. Le verbe manger ما غيتصرفش، غيبقى à l'infinitif لأنه أتى بعد هاد أ اللي فوقها أكسون، متنتكلموش على أ ديال avoir. طبعا كاين حالات اخرى ذكرنا بعضها فيما سبق، مثلا عندما ياتي الفعل بعد الدو
عندما يأتي مباشرة بعد فعل آخر، عندما يأتي الفعل بعد بور إلى غير ذلك، إذن الفعل لا يصرف. إذن il ne lui donnait pas. إذن طبعا هنا عندنا il ne lui donnait pas souvent à manger. وكان لا يعطيه في الغالب، وكان لا يعطيه في الغالب à manger ليأكل. Un jour واحد النهار، في يوم ما، en revenant de l'école، بالعودة من المدرسة، أو كما لو نقول عندما كان عائدا من المدرسة. عندنا لو فيرب revenir، فاش نصرف؟ هنا وضعينو في واحد لو مود تتسمى لو جيرونديف. في اللغة الفرنسية لو جيرونديف تتكون من اون، وتتكون من لو بارتيسيب بريزون. طبعا لو بارتيسيب بريزون ديال الفعل هو فاش تنتهي بهاد ان تي. اش تفيد لينا هذا؟ تفيد لينا التزامنية. تنتكلم على واحد الفعل تيحدث بالتزامن مع فعل اخر، تيوقع في نفس الوقت. اذا هنا غنشوفو كيفاش غيفيد لينا التزامنية. اون غوفونون، بالعودة، في الوقيت اللي هو راجع. شكون هو؟ حنا غنعرفوه في الجملة. إذن ان جور اون غوفونون، يعني واحد النهار، في يوم ما، اون غوفونون، بالعودة دو ليكول، من المدرسة، غيمي ابيرسي. إذن غيمي يلمح. غيمي ابيرسي. إذن غيمي يلمح. شنو لمح؟ ماذا لمح؟ Rémi aperçut le père Grégoire, ou le maha, l'ab Grégoire, qui battait son âne. Qui battait son âne. Elle dit qu'un yadrib. طبعا عندنا le verbe battre. Elle dit qu'un yadrib. Son âne, himara. Et de nouveau, fallu qu'il te l'iraja, mal madrasa, t'il me. عندنا فعل رجع تتزامن مع فعل لمح. طبعا هنا عندنا كما قلنا لو جيرونديف، الا خدينا غير الفعل بوحدو بدون هاد اون، غنتكلمو على لو بارتيسيب بريزون، ماشي لو بارتيسيب باسي اللي تيجي مع لوكسيليير افوار او لوكسيليير اتر، باش يفيدنا واحد الزمان مركب. هنا تنتكلمو على واحد الصيغه اخرى ديال الفعل. إذن ان جور اون غوفونون دو ليكول، إذن في يومين ما، اون غوفونون دو ليكول غيمي ابيرسي. طبعا هنا عندنا لو فيرب ابيرسوفوار، قلنا لو فيرب ابيرسوفوار كونجوغي اكيل طون، مصرف في اي زمن. قلنا لو فيرب ابيرسوفوار كونجوغي او باسي سامبل، مصرف في الماضي البسيط كما نقول، مصرف في الماضي البسيط. تنتكلموش هنا على لو باسي كومبوزي اللي تتكون من كلمتين تنقول عليه كومبوزي لانه مركب. كومبوزي هذا فعل ركابة، نصف لو باسي نقول عنه بانه كومبوزي، اذا هو ماضي مركب. هنا تنتكلمو على لو باسي سامبل، تنتكلمو على ماضي بسيط. علاش؟ حيت تتكون من فعل بوحدو، حيت تتكون من الفعل بوحدو. بحال اللي عندنا، ما عندناش هنا واحد لوكسيليير قبل هاد الفعل. هنا ما عندناش لو بارتيسيب باسي مثلا ديال لو فيرب ابيرسوفوار، قبل منه واحد المساعد، ممكن يكون افوار، ممكن يكون اتر. هنا ما عندناش هاد الحاله، هنا عندنا الفعل بوحدو ولكن تتوقع عليه تغييرات. اذا نقول مثلا جابيرسي، تي ابيرسي، الى بيرسي، nous aperçûmes, nous aperçûmes, vous aperçûtes, ils aperçurent, sauf le verbe apercevoir au passé simple. Je nous dis fidèle le passé simple. Le passé simple, le galib, tifid sera. Rémi aperçu, yani Rémi, pour had l'ahda, le maha, nous chef, pour had sera. إذن هو لمح لو بير غريغوار، الأب غريغوار، كي باتي صنان، الذي كان يضرب حماره. طبعا لو فيرب أبيرسوفوار كما قلنا الآن أنه تفيد
السرعة في الفعل في الماضي طبعا، ثم لهاد الميزة اللي عنده تستعمل بكثرة في القصة. هذا علاش غنشوفوا هنا واحد المجموعة ديال الأفعال مثلا في هاد القصة أنها تتصرف في لو باسي سامبل. لو باسي سامبل تستعمل بكثرة في القصة، بل أنه من الضروريات لسرد قصة ما. طبعا نتكلم على الكتابة، كتابة أنه يستعمل بكثرة. إذن نفس الشيء هنا، إذن غيمي أبيرسي، إذن غيمي أنه لامح لو بار غريغوار كي باتي صنان. غيمي خونتخا، لاحظون أيضا لو فيرب خونتخي أيضا مصرف في لو باسي سامبل، يعني غيمي أنه دخل بسرعة كما نقول أ لا ميزون، إلى المنزل. توتخيست، حزين جدا. طبعا نقول عن شخص بأنه تخيست يعني أنه حزين. توتخيست كما نقول حزين جدا، كل حزين حزين جدا. إذا هو ملي شاف لو بير غريغوار كي باتي صنان، ألوغ غيمي غونطخا أ لا ميزون توتخيست. إذا طبعا في هاد الحالة غيمي أنه دخل إلى المنزل حزين جدا. بيشون، سيتي لان دو بير غريغوار، سون ميشون ماتر لو باتي توجور. Il ne lui donnait pas souvent à manger. Un jour, en revenant de l'école, Rémi aperçut le père Grégoire qui battait son âne. Rémi rentra à la maison tout triste. Il dit à son papa, il dit à son père, il dit à son papa, « Papa, voudrais-tu m'acheter le petit âne du père Grégoire ?» Il dit à son papa, « Papa, voudrais-tu m'acheter ?» Le petit âne du père Grégoire, il est malheureux, tu sais, il est toujours battu. Si tu me l'achètes, je le soignerai bien. Avec moi, il sera heureux. Avec moi, il sera heureux. Il dit à son papa, 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 le présent, il dit à son papa, il dit il dit à son papa, il dit à son papa, papa, يا أبي, voudrais-tu, طبعا عندنا le verbe vouloir, مصرف, le conditionnel présent, طبعا le conditionnel présent, من ضمن الأهداف ديالو, أنه تفيد تلطيف السؤال, تلطيف السؤال, voudrais-tu, هل تريد, طبعا عندنا لو فيرب فولوار يعني أراد، مصرف في الزمن اللي ذكرنا اللي هو لو كونديسيونيل بريزون، غيفيد لينا تلطيف الطلب. فودغي تو، هل تريد ماشتي، أن تشتري لي، أشتي أموا، إذن ماشتي، أن تشتري لي لو بوتي آن دو بير غريغوار، الحمار الصغير للأب غريغوار. إذن أبي، هل تريد أن تشتري لي الحمار الصغير للأب غريغوار؟ إلي مالوغ، هو حزين. إلي مالوغ، هو حزين. المقصود بأن الحمار حزين. تسي، أنت تعرف. تسي، أنت تعرف. عندنا لو فيرب سافوار، يعني أنت تعرف. المقصود أنك تعرف بأن الأب غريغوار يضربه كثيرا أو يضربه دائما. Il est toujours battu. Il est toujours battu. Il est toujours battu. إذن هو دائما مضروب. مضروب. هنا نتكلم أيضا عن لو فيرب باتر، ولكن بصيغة أخرى. تنصرف لو فيرب باتر هنا مع إتر. Il est battu. أما إذا قلنا مثلا Il a battu، إذا صرفنا مثلا لو فيرب باتر مع avoir، سنقول il a battu، هو ضرب، هو ضرب. il a battu، غتبقى عندنا نفس الصيغة هنا، ولكن عندما نقول il est battu هنا غيتغير المعنى. صرفنا باتر مع être، إذن هو اللي ضرب، هذا هو اللي ضرب. il est battu. il طبعا تتعود على بيشون، إذن بيشون هو اللي ضرب، إذن هذا هو اللي ضرب. il est battu. ثم نضيف عليه toujours. il est toujours battu. هو دائما
مضروب. إذن دائما يضرب، دائما يضربه لو بير غريغوار. سي تو ملاشيت، إذا أنت ملاشيت تشتريه، تشتريه هاد لو تتعدل بشون. سي تو ملو أشيت، طبعا هاد أو ديال لو غنحذفو لأن لو فيرب أشتي مبدو بإين فويال اللي هي أ. إذا سي تو ملاشيت، إذا أنت تشتريه لي جو لو سوانغي، أنا سأعالجه. هاد لو لي هنا تتعود على بيشون هي اللي عندنا هنا أبوستخوف، فقط حذفنا أو كما قلنا لأن لو فيرب أشتي مبدو بإين فويال اللي هي أ. سي تو ملاشيت، إذا أنت تشتريه لي جو لو سوانغي، أنا سأعالجه. طبعا في هاد الحالة عندنا لو فيرب سواني مصرف في لو فيتور سامبل. جو لو سوانغي، أنا سأعالجه. جو لو سوانغي بيان، أنا سأعالجه جيدا. افيك موا، معي أنا. هنا طبعا افيك يعني مع، موا أنا. إذا معي أنا كما نقول. إيل سوغا أوغو، هو سيكون طبعا أوغو فرح، مالوغو حزين، أوغو فرح. افيك موا إيل سوغا أوغو، معي أنا هو سيكون، هو سيكون فرح. نعيد فنذكر بأن سوغا هذا لو فيرب إتخ مصرف في لو فيتور سامبل، بحال لو فيرب سواني حتى هو مصرف في لو فيتور سامبل. جو سوانغي، انا ساعالج. جو لو سوانغي، انا ساعالجه. اذا جو سوغي، انا ساكون. جو سوغي اوغو، جو سوغي اوغو، انا ساكون فرح. تي سوغا، إل سوغا، نو سوغون، فو سوغي، إل سوغون. هذا صرف اتر في لو فيتور سامبل. اذا إل دي سون بير، بابا ودغي تي ماشتي لو بوتي ان دو بير غريغوار، إل إي مالوغو، تي سي Il est toujours battu. Si tu me l'achètes, je le soignerai bien avec moi. Il sera heureux. إذا نستأنف فقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.